السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم تكات نوم. إن شاء الله النهاردة هنعمل البوتاجاز بتاعنا، هننضفه بمكون واحد بس ب6 جنيه هتجيبيه من الصيدلية، ومش غالي خالص ومش هناخد منه كتير، وهنستعمله في كذا حاجة. بصوا يا جماعة كمية الدهون اللي على البوتاجاز حاجة كده، بصوا حتى الحوامل أنا سبت كل حاجة زي ما هي عشان اعرفكم المكون ده قد ايه جبار وقد ايه بيشيل اي حاجه. انا دلوقتي ان شاء الله هنشيل مع بعض الحوامل كده، هنغسل البوتاجاز بتاعنا بالمكون اللي انا قلت لكم عليه، وهشيل اللزقه دي هنشيلها كده بكل سهوله، اهي هي اصلا كلها دهون، ولو اي حاجه اتبقت منها هندعكها بالمكون بتاعنا بالسلكه هتطلع على طول. بصوا حبايب الدهون، بصوا حبايب قلبي، بصوا يعني كل حاجه واضحه قدام حضراتكم. بصوا كل ده هيتفور كله، بصوا كل ده هيتفور اهو، كل حاجه سوري كل حاجه هتتفور، اي حاجه لازقه من الدهون كده هتتفور. انا بقالي كده 10 ايام ما دعكتوش الدعكه اللي هي بتاعت يعني اللي هي بتاعت المكون ده، كل 10 ايام او كل اسبوعين لازم تدعكيها بالمكون اللي انا هقول لك عليه ده. لكن غير كده وانت بتغسلي المواعين اكيد طبعا كلنا عارفين بنغسل البوتاجاز بتاعنا معاها اهو. احط كل العيون هنا، كل العيون بتاعتي اهي، تحتيها دهون شديده ناشفه جدا مش هتطلع بالساهل. ماشي يا حبايبي، انا دلوقتي سخني في الكاتل ميه سخنه ويلا معايا. ولو انت اول مره تشرفيني في قناتي شرف ليا طبعا ان انت تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا حبيبه قلبي خليكي معايا بقى انت للاخر، طبعا حبيبه قلبي اللي معايا على القناه خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي اخر التكات اللي هنعملها، ولو عجبك الفيديو ادوسيلي لايك. يلا حبايبي احنا كده جبنا كل الحوامل وحطيناها، هنحط معاها كمان حوامل البوتاجاز، لو خدت ما خدتش هنقلها في جردل تاني احسن عشان كل حاجه تبقى واخده راحتها. اهو يا حبايبي انا غليت ميه هنزل بيها وبره، خلي بالك وانت بتنزلي الميه كده. اهو يا حبايبي احط معلقه كربوناتو احط صابون سايل، ده الصابون السائل يا حبايبي اللي احنا عملناه مع بعض. وهجيب المكون السحري بتاعي اللي هو ماء اكسجين، اهو يا حبايبي ماء الاكسجين ده جبار جبار، شوفوا هيعمل ايه في البوتاجاز بتاعنا والحوامل بتاعتنا، هيرجع بوتاجاز الجديد وعن تجربه. وخليكي معايا للاخر عشان برضو هنغلف العيون بتاعتنا بالورق الالومنيوم. اهو يا حبايبي احط منه حبه كده حوالي معلقه او معلقه ونص. هو هنا يا حبايبي جبت كوبايه وحطيت برضو فيها نفس المكونات، وهنزل بالميه السخنه لغايه ما املاها. بصوا لاحظوا ان هي بتفور اهو يا حبايبي، وعلى الخليط اللي احنا عملناه برضو في نفس الكوبايه هو اللي حطيناه في اللي هو معلقه من المكون بتاعنا اللي هو ماء الاكسجين اهو، والصابون المواعين، ومعلقه بيكنج، ومعلقه كربوناتو كبيره، ونحط كده على العيون ونسيبهم بقى مع بعض كده لمده بالظبط كده ساعه، ونرجع بقى نشوف كل الحاجات. حبايبي رجعت لكم بعد ما برد خالص وبقى يعني سبته ساعه. بصوا يا حبايبي لوحده الحاجه بدات تسيح ازاي، اهو يا حبايبي اهو، بصوا مش مستحمل. هتعملي معايا سلكه زي دي اللي هي الخشنه دي اهو، هنا بصوا الدهون هتدعكي دعكه كده هيلمع معاكي الدنيا على الاخر اهو يا حبيبي اهو، مجرد ما بتحطي عليه السلكه بيطلع معاكي اهو. بصي اهو
بصوا بقى اللي هي الناشفة دي، اي حاجة ناشفة كده ما جاش عليها هتجيبوا مية. وبصوا حتى الدهون اللي جوه، بصوا ساحت خالص اهو يا حبايبي اهو. لو بوتاجازك اشعال لازم تشيل الفيشة قبل ما نعمل الخطوات دي كلها. خطوة مهمة نسيت اقول لحضراتكم عليها، شيل الفيشة عشان لا قدر الله يعني ما يعملش ناس ولا يكهرب ولا الكلام ده خالص اهو يا حبايبي. انا هدعكوا بقى بالسلكة زي ما قلت لحضراتكم كده، وهلم المية اللي عليه دي بفوطة، وهرجع اوريه لحضراتكم قد ايه بيلمع وقد ايه رجع زي الفل معاه اهو. اهو يا حبايبي بعد ما عملته بصوا قد ايه ما شاء الله، رجع نظيف جدا جدا. عايزينك لسه جايباه جديد لنا. هنروح بقى ندعك مع بعض العيون بتاعه البوتاجاز. اهو يا حبايبي هي مش محتاجه كل حاجه، بتدوب في الميه اهو. هجيب الاسبونج بتاعتي دي هنمشي عليها يدوبك كده، هنمشي عليهم هتلاقيهم زي الفل، هما مش مستحملين. وبرده العيون اللي هي دي كده لاحظوا، بصوا المية اتغيرت خالص، كل الدهون وكل حاجة بتنزل بالسبونشة كده، هتمشي عليهم كل حاجة تبقى زي الفل. اهو يا حبايبي انا وصلت للعيون جبتها، ولازم تتنشف جامد، وهنغلفها بالورق الالومنيوم. بصوا قد ايه هي نظيفه ما فيهاش اي حاجه، تحفه جدا يا حبايبي الخلطه اللي انا قلت لكم عليها. هغلف واحده معاكم وبعد كده هغلفهم عشان بس اعرفكم الطريقه لحبايبي اللي ما يعرفوهاش، واللي يعرفوها طبعا دول شطار احنا بنتعلم منهم اهو. هتقطعي حته كده مربعه من الالومنيوم، ده بيحافظ جدا على العين، وبيبقى سهل جدا التركيب وسهل ان انت تشيلي حاجه كده، والله جميله جدا 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 بالنسبه للناس اللي ما كانوش يعرفوا تغريف العين. اهو يا حبايبي بكل بساطه اهي، هجيب العين بتاعتي اي عين، هاخد مثلا دي اهو، هتغلفي كده، اهم حاجة الفتحة تبقى دي مفتوحة اهو. موضوع سهل جدا ويسير، وهو اصلا بمجرد ما بتحطش الالمونيا على الحاجة بياخد الشكل بتاعه يعني اهو. هي حبايبي هنشوف الفتحة بتاعت الغاز منين. اهو يا حبايبي هنغلف برضو الحوامل اللي هي بتاعت البوتاجاز اهو. الموضوع برضو سهل ويسير، برضو هتقطعي كده بالطول اهو، هتقطعي الالومنيوم بتاعك كده بالطول اهو يا حبايبي، هتيجي مثلا هنا اهو. انت مجرد ما بتحطيها بتتكي عليها هي بتاخد الشكل اهو. طبعا الحاجه دي عشان احنا لسه غسلينها لازم تنشفيها كويس جدا قبل ما تغلفيها بالقلم. اهو يا حبايبي كده هنبدا نركب الحوامل بتاعه البوتاجاز، طبيعي جدا احنا كده كده فاتحين الاخرام كلها اهو. لازم تتأكدي ان الاشعال ده طلع والعين مفتوحة عشان ان شاء الله وانت بتشغليه يبقى زي الفل، وما تخافيش الورق ده ما بيتأثرش خالص. وادينا اهو غلفت الحوامل كمان اهو يا حبايبي، انا كده ركبتهم كلهم
وهبدأ بقى أركب الحوامي. بتخلي بالها بقى من يعني اما تجلي فيها الحوامل دي هيبقى سهل جدا ان انتي تخلعي الورق معاكي وتركبيه تاني عشان بقى ما يبقاش فيه دهون مترسبه. اهو يا حبايبي رجع كانه جديد اهو زي الفل وشكله تحفه. وغيرت الاستيكر بتاع الاستيكر ده شلته ولزقت واحد جديد وبصوا رجع معايا زي الفل اهو. مكون بسيط جدا وموجود عندنا وفي اي صيدلية هتجيبيه وبستة جنيه مش غالي، هيخليلك البوتاجاز زي الفل. لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو انت اول مرة تشرفيني فضلا وليس امرا دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.